انا دي عاملاها عشان هعمل زلابية، اللي هي الجماد. دول 5 اكواب دقيق، الكوب اهوت بحطهم، بس بنخلهم الاول بالمنخل وعلى كيسين ونص خميرة، كيسين ونص خميرة، نضيف مية عليهم، بس ان انا بفك الخميرة، ونحط رشة ملح، رشة ملح على الدقيق، بنقلب الخميرة كويس. نحاول نلونها. شغال. انا دلوقتي اللهم صل على النبي خلصت الخميرة، دوبتها كويس، بحطها على الدقيق. بعجن، وكل ما الاقي الدقيق محتاج معايا او العجين محتاج ميه بحط له بقى ميه عادي، المهم ان انا حطيت الخميره. ميه جاهزه برده معايا اهي، انا هوريكم القوام بتاع الجماد، هوريكي القوام بتاع الجماد عشان تعمليها بالظبط تطلع منفوشه وحلوه كده. انا مش عايزه، بص انا هخلص العجينه وبعد كده ايه هوريها لكم، عشان مش عايزه اطول عليكم في الفيديو، هوريكم القوام بتاع العجين دلوقتي بعد ما عجنت العجين. دي القوام بتاعها، هي بتبقى كده، عشان لما باجي طبعا احطها في الزيت ببدا اعمل كده، بمسكها كده واخد بالمعلقه كده واحط في الزيت، بسيبها بقى لما ايه تختمر طبعا وتزيد الحله ضعفها يعني عجين، بس كده. هوريها لكم بقى ان شاء الله وانا بعملها بالزيت وانا بقليها، هوريها لكم بقى بعد ما اختمرت العجينه. نبدا بقى، بسم الله، نحط الزيت يقدح، هنشوف كده الزيت لسه ما قدحش. نعلي شوية على النار، نجرب تجربة بس واحدة الأول نشوف هتديني كام، تبقى عاملة معانا ايه. زي ما انتوا شايفين بصوا اتنفشت ازاي ولسه الزيت ما قلعش. دلوقتي لسه قلب لسه طبعا بتتحمر، ايه دلوقتي بيضه اهي، بس بصوا ما شاء الله منفوشه ازاي. عايزاك يا نوران تعمليها كده، وعايزه نوفا تعملها نفس ما عملتها بالظبط، عايزاك تعمليها زي ما عملتها. انا الفيديو ده بصوره لنوف والنهاية، تاخد اللون الذهبي وبعد كده اطلعه. دلوقتي انا عندي عسل، العسل ده انا اللي عاملاه اللي هو بتاع البسبوسه والحلويات كده، خفيف عليه فانيليا، والعسل التاني ده اللي هو عسل النحل، في اللي بحطها كده وفي اللي بحطها هنا، ما احط عليها عسل نحل وفي اللي بحطها في عسل فانيليا، برضه بتديني طعم جميل، بس بطلعها على طول من الطاسه كده وبروح حطها في ايه في العسل عشان تتشرب العسل. دلوقتي اهو لسه بتاخد اللون الذهبي، شويه كده واطلعها، يعني بعد ما تاخد اللون الذهبي على طول بطلعها.
وخفيفة قوي ما شاء الله، يعني خفيفة ليا. انا عايزة اوريكم واحدة يعني بعد ما ايه من جوه فاضية ازاي، هي سخنة قوي شوية كمان. بصوا من جوه فاضية ازاي، فاضية سخنة قوي. نبدأ عن بال احاول احط زيت قليل كده في الفنجان عشان احط فيه المعلقه تنزل الزلابي على طول، اللي جمد في الزيت على طول بسهوله يعني. قولي انت يلا تبلشي انت كده. جميل شوفي كده سبحانك. بس بس ما شاء الله بتتنفخ ازاي، بس ما شاء الله لسه مستوتش ولا محطوط لأي حاجة، هي مية وخميرة وملح وبس كتير. ولا يقولوا حطي سميد وحطي زبادي وحطي مش عارفة ايه لبن، اللي في اللي بيعملها بنيشة برضه دي خفيفة ما مش متضاف لها اي حاجة، هي مية خميرة ودي حبة ملح. عايزاكم تقولولي يا جماعة، تبعتولي بقى تقولولي شكلها حلو ولا لأ. والله خفيفه جدا، بصي كاني مش شايله حاجه، بصي قد ايه كان شكلها خفيفة جدا، خفيفة. حط العسل عليها، اصورها وتحط العسل.
امسك انت الموبايل خلاص صور وتحط العسل. خد السكنة على حجرك وحطيها شوية عشان يبقى باين فيها. دي كمية الخمس كوبايات دقيق إيه؟ عملوا كمية كويسة يعني، عاملة بالعسل بالفانيليا وعسل لو حط ولا حط عليه عسل نحل، واللي لسه بقليه برضو في المقلاية اهو. وغير العجين برضو اللي ايه شوية اللي لسه شوية باقي شوية بالحب. ان شاء الله يعني خمس كوبايات دقيق عمل كتير، خمس كوبايات دقيق صغيرين مش كبيره، الكوبايه صغيره.